ماله؟ مدام حنين اخيرا بين شيء عن الملازم اول مازن. شو؟ هلا خبرونا انه وصل جسمان. مدام حنين انت معي؟ ايه انا خبرت اهله حسب الاصول وقلت لازم خبرك كمان. كتر خيرك. لا تروح على البيت، خدني على شؤون الشهداء. يا مدام فهمي علي الله يخليك، صرت عايد لك نفس الكلام ثلاث مرات، التحليل الطبي أكد إنه الجثة للملازم أول مازن 100%. عم تصير مع كتير عالم، الجثة ما عم تصل لبعد شهور، شي بيلتقى بمقابر جماعية، وشي بيرجع بالمبادلات، بقى سلمي أمرك لله وادفني جوزك وأنتي رافعة راسك ببطولته. يعني ممكن يكون هيك صاير خربطة أو غلط بشي، أي شي. هالشغلات ما فيها مزح يا مدام، ليكو بتحليل المخبر نظامي 100%. شد بابا؟ ايه ايه حنين عن جد انت على علمك، يعني خليت باب ما دقيته، خليت واصلة ما رقدت وراها وحفيت وانا اسأل وبحبش وفتش، خليت وكل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم هالشغلة براسي، وانت قبل الكل لكنت اغلى حدا بالدنيا علي، والحمد لله رب العالمين خلصنا سبحانه وتعالى. أيمانية البني آدم لك أبي، واحد يسلم أمره لله تهى أمره خلاص، الحمد لله التقيت جسي، الحمد لله ولي الحمد لله. إيه يا أبي الحمد لله. إيه لكان أبي الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. لكان ألف الحمد لله. إيه أبي طيب شو بدنا نعمل يعني؟ لازم أقول الحمد لله على كل شيء يا أبي. قولي عليك يا مازن، قولي عليك شو صار فيك يا مازن. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك أبي هذا شهيد، شهيد لك الحمد لله. أيوة لازم نقول الحمد لله. ها الحمد لله. الله يخليك. والله شيء عم نسمعه مو جديد، والله مو شيء قليل اللي عم يسمعه لك يا ابي، والله شيء بيكتب شعر البلاء. ايام صعبه والله، ايام صعبه. الحمد لله. ايه الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اخ يا مازن الله يرضى عليك. اخ عليك يا سندي يا مازن. شوفي. التقي جثة الشهيد. هات كاسة مي.